السمانه اللي فاتت سمعنا على ايت راديو للشابيونس من بني ملال سالينا سالينا انا وانت سالينا يا قلبي عينينا. Voilà, vidéo à la cartonnée sur internet, elle a fait le tour d'internet. Après, bon, internet c'est ça. Ça, ce qui est bien, c'est que le wahed qui aime, c'est liberté d'expression. C'est que tu as dire la liberté à internet. Après, n'est-ce pas vrai? Je vous le dis, je vous le dis. Et aéro, mais aéro, je vous dis, partage, il partage pas. C'est comme ça. Mais tu peux faire ce que tu veux. Voilà. D'ailleurs, Sina, notre copine Sina, elle est à 1 million de vues en moins de 20, en moins d'une semaine. 1 million de vues pour son super morceau Handsome, Handsome, like Angel. Angel. D'ailleurs, on a parlé à Mnessal Magala parce qu'on a découvert quelque chose. Elle a Sina et elle a les paroles de Sina. Et à ce alors bah chez Beyoncé le week-end dernier, la première vidéo de l'autre vidéo dans le jour les gars fait elle a tardé à l'acte de bien bien son ديالو هو هذاك حقيقي ودرت الفيديو عاوتاني نهار السبت على سعد المجرد اللي هو اللي غنى في الاول سينا سينا اغنيه ديالو هو عاود غنى عاوتاني. دونك شنو قال؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السي سعد المجرد اخويا الفنان، اش بغيتي عندي تبقى تعيط عليا في التليفون، تتبقى تهددني تقول لي غنشوفك في المغرب غنخويك المغرب ما غتبقاش غتولي الشعب قاعد يضحك عليك. علاش اخويا زدني؟ انا عارف ان العادي سي اش بغيتي عندي سالينا سالينا راه عجبات الناس يضحكوك. انا سي بغيت عيط ضحك الناس، غنيتها بغيت نضحك الناس، مشغولكش فيا سي. وبعد هذيك سالينا ما ديالكش انت بعدا اصلا كاع سي ساعد مجرد واسي ساعد مجرد راه سالينا ماشي ديالك بعدا انت تهضر. عاطيني البارح بالليل المحامي ديالك تيهضر معايا نقول لي دوز لي داك السيد اللي تيهضر معايا تيقول لي راه ما بغاش يهضر معاك. اش غتكون انت سي سعد المجرد؟ اش غتكون انت سي مغني؟ المغني في المغرب راه صافي راه عطا الله ولا ولا بلا قياس، ما بقاش يهضر المغني في المغرب. سعد الو سعد المجرد صباح الخير. صباح صباح النور مو الغزال. الحمد لله كلشي بخير اخويا سعد. واش شفتي لا فيديو ديال الشابيوز؟ قالك بغيتي تجري عليه من البلاد، بغيتي تخرج من البلاد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت لا فيديو، بالعكس انا بارطاجيت لا فيديو في الفلوميو ديالي. لا فيديو الاولى اللي دير هادي هادي وي وي سالينا فوالا سي سا اكزاكتومون. انا عجبتني لا فيديو، عجبني اول حاجه ملي كنلقى الناس واي واحد حافظ لا شونسون ديالي سي بليزير، بالعكس ما غاديش نتقلق نهائيا. سوا تغنت كل واحد كيعبر عليها كيغنيها بطريقته، كان في بليزير كيما تغنات في الحياه كيما تغنات. ما عنديش المشكل، بالعكس انا تنفرح ملي كنسمع شي واحد عرفتي شنو هي داير مجهود وجالس وخدم من الغرق وداير الكاميرا وغيدخلها في اليوتيوب، سي مجهود سام في بليزير. بالعكس انا تنقول له ثانك يو شكرا بالعكس. ويمكن شي حد اخر هو اللي عيط له على شي حاجه فكان كانوا يضحكوا الناس انه سي با مو. باوي تعيط عليه جو بونس كو واحد حيت هو كيدير من التليفون ديالو في الفيديوهات ديالو، داكشي علاش شي واحد واقيلا حيت في الفيديو كيقول الفيديو اللي دار اللي سمعنا الصباح اللي كيقول فيها هو سعد عيط لي عيط المحامي ديالو قال لي غنخويك البلاد. بون ما كايناش القضية محامي عندي القاضي ديالي هناك. بون سعد غادي نحاولوا نعيطوا عليه هذا الصباح، هذا نحاولوا نعيطوا عليه ياك. نهضر معاه الشبيونس هو من بني ملال، نعيطوا عليه باش يبقى معاه. الله نهضر معاه نديرو الكونتاكت هاد الصباح مع الشبيونس اساسا. السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير. لاباس عليك؟ بخير، معاك مومو من ايت راديو. صافا؟ ايوا صافا سي مومو. الله يحفظك اخويا، كي داير جو في بني ملال؟ هانياتهم كلشي ملاه بخير؟ كلشي مزيان سي مومو. الله يحفظك اخويا، مرحبا بك معنا على ايت راديو. وانت هو اللي غنيتي لا غوبريز ديال سالينا سالينا هادي. سالينا سالينا هو انت يا هو انا. بون شوف هاد الويكاند شفنا لا فيديو اللي درتي على قبل سعد المجرد بانه راه عيط عليك وبانه راه عيط المحامي ديالو وقال لك هو راه زعما غيخويك البلاد يندمك على داك الشيء اللي درتي. شوف واش انت متاكد بان سعد المجرد عيط لك ولا متاكدش؟ متاكد ولا لا؟ متاكد. اه باش متاكد؟ علاش؟ كيفاش؟ متاكد بالله عيط عليه. واش تهضر معاك هو ولا تهضر معاك المحامي ديالو كيف ما قلتي؟ هضر معايا هو المحامي. جوج شوف. قال لك هضر معاه هضر معاه. لا 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 شوف باش انت شوف. شابيونس. انت كتعرف ايت راديو ياك؟ كتعرفني انا مومو ياك؟ كتسمعنا كل صباح. شوف واش تثق بيا لك دابا غندوز لك الساعه المجرد دابا غندوز لك ديال بصح دابا باسكو هذاك اللي يهضر معاك دابا نيت ندوز لك دابا تو سويت. هاو سعد. وي السلام عليكم. حبيبي السلام عليكم. يونس لاباس عليك؟ اه لاباس الحمد لله. كي داير؟ لاباس الحمد لله.
هذاك الشيء اللي درتي راه زوين وتبارك الله عليك وعجبني بالعكس. انا ماشي من الناس اللي غادي يعيطوا لك ويقولوا لك بحال هكا نهائيا. انا اللي كنسمع الاغنيه ديالي كتغنى كنفرح بالعكس. عيطت عليا وانت واحد السيد. لا ماشي انا، ماشي انا يونس، ماشي انا صح نهائيا نهائيا. واش عيطت او لا؟ واش الطريقه اللي تربيت بها او الاخلاق ديالي داري بحال هكا؟ ما يسمحليش نعيط لشي واحد ونهدده. بالعكس ماشي اغنيتي ماشي. اغنيتي كتغنى، اغنيتي انت داير مجهود باش تغنيها، وجالس وجايب لورك وجالس وتتصور. انا عجلي الحال وبارطاجيتها في لاباج ديالي السيون. دونك ماشي هو، ماشي هو ماش. شوف والله ما يبقاش ما يبقاش فيك على يونس، فهمتيني؟ والمحامي ديالي يا سيدي هو اللي يهضر معاك وداك الشيء كله. هذا الشيء غير عطي على يونس. انا درتي التليفون ديالك سيغ انترنت، درتيه في اليوتيوب ولا فيديو تبارك الله كيشوفوها الناس بزاف بزاف اخويا. صح ملي شتا راه فرحت بالعكس اللي انت حافظ الاغنيه ديالي هذه. راه انا سام سي بليزير، انا كنفرح. وسلم على الفنانه الكبيره الوالده ديالك وعلى السي الفنان تاع السي بشير عندو. يسلم عليك الخير يا يونس، يسلم عليك الخير. انت سلم على عائلتك ورا الوالد ديالك راه صاحب الخال ديالي انا، يا راه صاحب العزيز عبد الماكس اللي كان مدرب في الجيش الملكي. اياس يا عبدالعزيز، عبدالعزيز عزيز عبد الملك راه كان مدرب الاستاذ، هو اللي طلع، هو اللي طلع البرومي ديفيزيون. غادي نقولها لوالدك مو بالله، غادي نقولها لوالدك. قول اسمح، سمح لي اخويا سعد، سمح لي. ما كاينش المشكل، ما كاينش المشكل، غير ما يديروهاش فيك المره الجايه. يعيطك شي واحد خصك تاكد منه، قول له غني ليا، قول له غني ليا. هذا ما دوك حنا عندنا لك الصحه يونس باش ما تخويتش من راسك بان انت واحد راه ما ضدك، بان هو وسع المجرد براسو كيقول لك بان هو راه بارطاجا لا فيديو ديالك وعجبو، بان راك درتي لا غوبريز ديال الاغنيه ديالو وراه عجبو الحال. دوك تهلا في راسك بزاف والله يكمل بالخير. واخا اوكي نقول يونس برافو، برافو يونس. فوالا هادشي اللي كاين. واخا وين صوت سي مومو؟ نعم اسيدي. واش الديسك ديال سالي ديالي واش ممكن دوزو في الراديو؟ راه دوزناه بلا ما خبارك انت، دوزنا من واحد شويه ياك. واللي نقدروا نديروا هو ان شاء الله اللي بغيتي نقدروا تكون على الاتصال مع 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 ساد. اي بي نهار ايش نهار اللي كنتي تقدروا تلاقاو ان شاء الله، علاش لا؟ واخا ساد هذا غون بليزير، نهار اللي يجي لهيت راديو يجي معايا يونس. مرحبا فوالا هادشي اللي كاين. صافي يونس سي برومي. واخا صافي واحد الله يعطيك الخير اخويا سعد، بقيتي على خاطرك الله يحفظك. صافي يونس، شوف شوف واحد المعلومه اخرى، يونس كيصحاب لوسه لينا معاشي ديالي. قالها قالها في الفيديو، قالك ماشي ديالك نتايا. ديال من يونس علينا، ديال من حيت الناس قالوا لي في السعوديه التصوفيه، قال لك لا راه سالينا ماشي ديال سعد المجرد. لا سالينا عمل مغربي 100%. فوالا كتابه والحان، كتابه والحان جلال الحمداوي وسعد المجرد. صافي هادشي اللي كاين. هادي تنطبع لك بها، تنقولها لك ومسؤول على هادشي اللي كنقول. واش ممكن تعطيني سيمو هو خويا سعد المجرد؟ نعم حبيبي. ممكن تعطيني شي موال عند التالو؟ سالينا سالينا من هذا الحب سالينا. وراه بسعد كايوس بقى على خاطرك اخويا يونس. واخا شكرا لكم كاملين، شكرا شكرا لك السعد مجرد، شكرا ليونس، ميرسي بوكو اخويا يونس بن ملال. ميرسي، ولكن مشكل وسام كبير الناس بن ملال. الصباح على ايت راديو، صباح النور.